مرحبا. ضيف اليوم نجم تونسي قدر يدخل على كل بيت عربي من خلال الأدوار واللهجات اللي أتقنها. حكينا معه عن السياسة، عن النجاح، عن الفن، وأكيد عن الحب. اليوم بستقبل ظافر العابدين. ظافر العابدين، أهلا وسهلا فيك معنا بـ CNN بالعربية. أنا سعيد كثير أن تكون معنا اليوم بالبرنامج. أهلا وسهلا بك شاربل، أنا زادة فرحان برشا موجود معاك اليوم، وبالمناسبة نحب نحيي كل المتابعين ويلا بينا. يلا، أنا بدي بلش من الآخر. يعني أنت كنت نجم 2020 بالدراما مع عروس بيروت اللي شغل الناس من شمال أفريقيا للخليج لمصر للبنان. فخلينا بالأول يا ظافر نطمن هالناس ونخبرهم شو رح يصير مع فارس وسوريا، شو بتقول لهم؟ الأحداث اللي نحب نقوله للمشاهدين، اللي الأحداث مع كل حلقة باش تزيد كما نقولوا فيها أكثر حماس، أكثر دراما، أكثر رومانس. وطبعا يعني قصة فارس وثريا باش تزيد كما نقولوا تحلى. في هابي اندينج، نهاية سعيدة؟ إن شاء الله إن شاء الله شارب، مش بنضح الموضوع إن شاء الله. بحاجة لنهاية سعيدة نحن بال 2020. هو في العديد من الخطوط والعديد من القصص، والكلها كما نقولوا تتقابل وتفترق يعني مشاكل درامية، برومانس، بمشاهد كما نقولوا فما الكوميدي في نفس الوقت. فما تنوع كبير في مسلسل عروس بيروت، فممكن من هذا من الأسباب اللي خلته ناجح جدا في جميع أنحاء الوطن العربي. نعم، بشو بيشبهك فارس؟ فارس العديد من نطاق يعني من نقاط التشابه، أظن منها كما نقولوا هدوءه في نفس الوقت، ممكن أحيانا عصبيته، جزء ممكن من الرومانس، الكوتي الرومانسي، يعني في العديد من النقاط طبعا، لكن هو ظروفه مختلفة تماما من ظروفي، وضعه الاجتماعي مختلف، لبناني، يعني علاقاته مختلفة مع أخواته، مع أمه، من العلاقات اللي أنا عندي في عائلتي، لكن فهم العديد من نقاط التشابه والعديد أيضا من نقاط الاختلاف. نعم، على سيرة اللبنانية واللهجة اللي كمان كتار حكوا عنها بالمسلسل، خبرني شوي عن بعض المواقف الطريفة اللي صارت معك. قد ايه كنت صعب تتقن اللهجة اللبنانية، وشو في كلمات أو عبارات تعقدت معك شوي وعذبتك أكثر من غيرها؟ هو صعب من ناحية لأنه مسلسل لبناني، لأنه الكاست غالبا اللي نتعامل معهم طبعا فما من سوريا ومن لبنان، فتلاقي نفسك في أنك تتعامل مع ممثلين لبنانيين، لازم تكون لبناني 100%. وطبعا في الدراما هناك مشاهد اللي فيها تشنج، وهذه غالبا تكون مشاهد صعبة، لأنه ما لازمش تفقد لهجتك تحت الضغط، تحت اللي لازم تتكلم بسرعة، اللي لازم تكون متشنج. هيدي هي أمي، ما حدا بيعرف شو في براسها. طيب بس في كلمة يعني لبنانية، عبارة عذبتك أكثر من غيرها أو لا؟ مش التصوير بلا إعادات كثير بمطارح معينة. عم بسألك، أنا عندي أخبار من فريق العمل أنه كان في كم كلمة كانوا عم بيعذبوك شوي. لا مش كم كلمة، أنا ما نجمش نحدد، ممكن تكون أبسط كلمة، ممكن نجم تكون مش، وهي مثلا في تونس يقولوا مش، باللبناني يقولوا مش، مثلا يقولوا كل ولا كل، يعني ممكن يكون الموضوع بسيط جدا، لكن في مشهد درامي، في مشهد فيه العديد من المشاعر، في مشهد فيه سرعة الكلام، ممكن تكون أبسط كلمة تجي في الكلمة الوحيدة وتفلت. وهذا طبيعي، لأنه في الآخر يكون تركيزك أكثر مع التمثيل، مع المشاعر، مع مكانك في التصوير، مع الإضاءة كذا. لكن الحمد لله يعني غالبا استمتعت جدا بالتجربة، وأظن يعني شهادة العديد من المتابعين والنقاد اللي كان تحدي ناجح جدا، وأنا سعيد بهذا. شفناك مؤخرا مع نيلي كريم ببلاد لاين، أول فيلم رعب عن مصاصي الدماء بالعالم العربي. كيف كانت أصداء الفيلم؟ أصداء الفيلم كانت متنوعة مختلفة، القى كما نقولوا اهتمام كبير من الصحافة ومن الجمهور والعديد المتابعين، وكان أظن يعني ترند أونلاين، وكان في عنده أعلى المراتب في منصة شاهد اللي كان معروض عليها، وهذا مهم جدا، لأنه يعني لما تقوم بفيلم مهم جدا أنه الناس تتابعه. فما العديد من الناس اللي لقاته إيجابي ومختلف، وإضافة كما نقولوا أنه تكون في أعمال مختلفة وكما نقولوا برات الصندوق في السينما العربية، فأنا سعيد جدا بهذا. وفما ناس أخرى انتقدت وتقول اللي الفامباير مش موجود في مجتمعنا،
مع الفكرة إنه هو مش موجود الفامباير في أي مجتمع. في أي مجتمع. أنت شاركت بكثير من الأعمال المصرية العربية المشتركة، وكان عندك كمان مشاركات بأكثر من مسلسل لبناني. شو الفوارق بين الدراما اللبنانية والدراما المصرية بتلاقي؟ الواقع الاجتماعي ممكن، لأنه يعني الواقع الاجتماعي المصري مختلف عن الواقع الاجتماعي اللبناني، فهذا أكيد لازم يكون موجود، لأنه يعني خصوصية المجتمع اللبناني مع أنه في تقارب كبير في العرب العربي، لكن هناك خصوصيات مختلفة طبعاً. المسلسلات اللبنانية اللي شفناها في السنوات الأخيرة فيها طابع اللي يكون فيه بان عرب، في العديد من اللهجات المختلفة في نفس المسلسل. القصص الإمكانيات ممكن التمثيلية متشابهة باثنين أو في تفاوت؟ لا، ممثلين أكيد، فممثلين يعني كما نقولوا شاطرين ومبدعين في جميع البلدان العربية أكيد، لكن أكيد الصناعة المصرية فيها عدد أكبر ممثلين، لأنه صناعة، لأنه عدد المسلسلات اللي تصور في السنة على 40 مسلسل ولا 35 مسلسل أكيد وأكثر أحياناً، أكيد يعطيك عدد أكبر من ممثلين ومن يعني ناس موجودة في الصناعة، فهذا طبيعي يعني. نعم، وهون بما أنه عم نحكي عن الفوارق بين الإنتاجات العربية والإنتاجات الغربية اللي أنت كمان شاركت بكثير منها، وين أوجه هالفرق؟ الفرق طبعاً يعني سهل جداً، الواحد يقول إمكانيات أحياناً، هو الإمكانيات مش الإمكانيات في أكيد فما إمكانيات أكثر، لكن ممكن في التحضير، تحضير المسلسل في العالم في كما نقولوا في إنجلترا ولا في أمريكا ولا في فرنسا بياخذ أكثر وقت، وهذا مهم جدا، لكن طبعا هذا مرتبط أيضا بالإمكانيات، لأنه أحيانا لما تكون عندك إمكانيات نجم تعمل هالشيء هذا، وممكن عقلية في نفس الوقت، لأنه أحيانا حتى لما تكون عندك إمكانيات تعودنا أن ممكن في العالم العربي نعملوا أشياء بسرعة أكثر، وهذا ممكن ينعكس أيضا على كما نقولوا النتيجة. ظفر العابدين، بدي نحكي شوي أكثر عن مسيرتك الفنية، خبرني كيف صارت الانطلاقة من لاعب فوتبول محترف بتونس لممثل من أشهر نجوم الممثلين العرب ومقيم بلندن، كيف صارت هالنقلة؟ النقلة اللي بعد ما وقفت يعني رياضة كرة القدم، كنت ألوج على شيء آخر نقوم به، لكن شيء مش شغل فقط، شيء اللي يكون عندي كما نقولوا عشق ليه، يعني ما نحب الشغل فقط كعمل يعني، لا. فكان عندي غرام طبعا بالتمثيل، وبدايتي كانت انه كنت اشتغلت مع مخرج تونسي وصديق الان هو في منصب تذويب كمساعد مخرج يعني كما نقولوا تريني يعني نتعلم، فعملت كل الأعمال اللي ممكن يقوم بها مساعد مخرج في التصوير، وكانت التجربة اللي فادتني جدا أني فهمت شنو يعني تصوير، شنو يعني دراما، شنو يعني وأنا موجود على مكان التصوير. ومن هناك قعدت نستنى في الفرصة اللي تجي باش تبدأ بدايتي في التمثيل. عملت في نفس الوقت، كانت عندي مشاركات صغيرة في تونس، ومن بعد عملت مساعد مخرج في إعلان بريطاني، وأعجبت بطريقة العمل، أعجبت بالحرفية اللي كانت موجودة في الإعلان اللي تصور في تونس وقتها، وقررت أنه نسافر لبريطانيا لمتابعة مهنتي، لكن في نفس الوقت كممثل ونتعلم اللغة، لأني ما كنتش نحكي إنجليزي يعني بيسك كنت نحكي، ونتعلم مهنة التمثيل في معهد تمثيل لو ممكن يعني لو سمح. هو كان كله حلم، لأنه صعب جدا أنك تروح من غير إمكانيات، من غير ولا شيء، تابع في حلم اللي هو طبعا صعيب برشا، ما كانش فما دعم يعني. درست في بيرمنغهام سكول في سبيتش دراما، من أهم معهد التمثيل وقتها في بريطانيا، تقبلت وبعد تخرجت، وبعد كانت بدايتي في التمثيل في بريطانيا في مسلسل اسمه دريم تيم. طبعا هذا كل اختصار، لانه كان فيه العديد من المغامرات في هذا الكل باش نسمت نوصل لهذا، ومن بعد طبعا بدايتي في العالم العربي، وكل مره كان فما نفس الفكره ونفس نفس التفكير اللي هو حلم، واللي هو الواحد لازم يخدم عليه، لازم يثابر، ولازم يقبل التحديات، والحمد لله يعني اظن توفقت يعني بنسبه فرحان بها انا جدا في التحديات هذه. نعم، عم بحكي عن التحديات، خبرني شوي أكثر عن هذا الموضوع، قدي كان صعب على شاب تونسي بأول عمره ينتقل للإقامة ببلد كبير
مثل بريطانيا، لا يتقن اللغة، ما عنده يمكن مدخول ثابت، شو الأشياء اللي واجهتك، الصعوبات اللي أكيد كمان بتشبه صعوبات كثير من الشباب العربي اللي عنده طموح وبينتقل لدول غربية ويعني بيكون مصر أنه يحقق أحلامه؟ مثل أي مهاجر عربي سافر يعني تعديت ب نجم تكون تحديات من أبسط الأشياء، يعني وين باش نجم تنام، وين باش نجم تاكل، شنو باش نجم تاكل، أبسط الأشياء اللي هي ممكن ناخذها احنا احيانا في بلداننا وفي عائلتنا تكون ما تفكرش فيها، واكيد فما ناس تفكر فيها لانه فما ناس تمر بظروف صعبة ايضا في بلدانها، لكن هذا كان مع الغربة وكان تحديات من يعني من نوع هذا لحد التحديات الأخرى اللي هو النجاح في صناعة صعبة جدا، صناعة كما نقوله غريب عليها، ماكش ابن الصناعة من بلد آخر جنسية أخرى، أنك تحاول تلاقي مكان في صناعة اللي هي مش مكتوبة ولا مصنوعة لك أنت، يعني هي للإنجليز للأولاد كما نقوله البلد، ممكن أكثر من يكون ممثل تونسي. يعني هلأ في أسألك عن الحلم المقبل، يعني بعد هذا النجاح الكبير بشو بيحلم ظافر العابدين؟ الآن عندي العديد من الأحلام المختلفة، مثلا قمت بكتابة سيناريو مؤخرا واللي إن شاء الله يكون أول تجربة لي في الإخراج، مش يكون في فيلم تونسي إن شاء الله، فهذا من الأحلام اللي كانت عندي من قبل الآن نحب نحققها، لكن طبعا في بدايته. نعم، أنت يعني ظافر نجم عكس التيار، بالوقت اللي كتار من نجومنا بالعالم العربي بينشهروا بدولهم وبعدين بيطمحوا للعمل بمشاركات أو بأعمال غربية، أنت ابتديت بأعمال غربية قبل ما يعني تدخل العالم العربي كممثل، قد ايه بتعتبر الحظ لعب دوره بهالشيء تحديداً؟ الحظ لا يحقق شيء، انا بصراحه ما امنش بالحظ، امن بالعمل والعمل، وانك يعني في الاخر انا مشاركتي في انجلترا كانت بعد العديد من التحديات، اني قررت نسافر من دون مساعده، اني قررت نسافر من دون ما نحكي اللغه، اني قررت نساعد من دون امكانيات، اني اقتحمت ميدان صعب جدا في بلد اللي هو كبير، يعني في الدراما وفي مسلسلات الأفلام من غير من بداية من الصفر، فطبعا الحظ هو الحظ أحيانا يجي، لكن الحظ يجي لكن لما تكون جاهز، لما تكون أنت عندك ذكرت درست تعلمت اشتغلت على موهبتك وقتها ممكن تجي فرص. ظافر العابدين، أنت من أصل تونسي من تونس يلي انطلق منها الربيع العربي، خبرنا شوي كيف وكبت مرحلة الثورة بتونس وشو تغير بتونس قبل وبعد الثورة؟ الثورة طبعا وقت الثورة كنت في لندن، لأنه مقيم في لندن ومع عائلتي هناك، طبعا كانت فترة صعبة أنك تشوف عندي جزء من عائلتي في تونس، أنك تشوف الأحداث في تونس من غير ما تعرف لوين ماشي، يعني شنو باش يصير. تغييرات كبيرة صارت في المجتمع التونسي في تونس عامة، يعني طبعا البلد تأثرت، يعني ثورة تصير يعني الناس تستنى أنه البلاد ترجع بعد عام وسنة سنة وسنتين إلى طبيعتها، ممكن لا، هو طبعا لازم تفكير يتغير، لازم عقلية تتغير، لازم الناس تتعود على حرية التعبير، على الديمقراطية، على أنه تاخذ هي مسؤوليتها، ما تستناش الحكومة فقط أنه تكون مسؤولة على الشعب. فالعشر سنوات الأخيرة كان طبعا امتحان يعني للتوانسة الكل، وعدت البلد بظروف صعبة، لكن أهم ميزة بصراحة اللي كسبناها هي أنه الناس حرة، يعني تنجم تعبر على رأيها، تنجم تختار ممكن السياسي اللي يمثلها، تنجم تقول وجهة نظرها، تنجم تشارك في تغيير كما نقولوا مسيرة البلد، وهذا مهم جدا. لكن هي رحلة ما هيش باش تكمل في عشر سنوات فقط، هي تغيير كما قلت من أول عقلية، هي تغيير سيستم، يعني سيستم اجتماعي سياسي اقتصادي، وأظن قاعدة تونس تعيش هالتغييرات هذه، ممكن الموضوع ياخذ وقت طويل، لكن أنا أشوف أنه موضوع إيجابي لأنه في الآخر هو تغيير للأحسن. نعم، من بعد الثورة بتونس كان في ثورة بمصر، عم نشوف حاليا ثورة بلبنان، شو قولك بينقص الشباب العربي أكثر حتى يقدر يحقق مطالبه؟ يعني عم نلاحظ قد ايه في محاولات للتغيير، إنما في كأنه اصطدام بواقع ما، شو بتقول للشباب العربي اليوم يلي طامح للتغيير وبهمه ياخذ
عالمه العربي ودوله لمكان أكثر ازدهار واستقرار. المشاركة في تطوير المجتمع، أنه يكون إنسان يكون إيجابي ويكون يساعد غير ويساعد مجتمع، حتى مش لازم موضوع ماديا فقط، أنه هو يتصرف بطريقة حضرية، أنه هو يتصرف بطريقة يحترم رأي الغير، أنه هو يقوم بأشياء اللي يكون قدوة فيها ممكن لغيره. فالموضوع يبتدي في الأول، تكون بداية بالفكر أكثر منه بأي شيء، لأنه إذا كان ما عندكش الفكر اللي يحترم الرأي الآخر، إذا كان ما تربيش أنت صغارك على احترام الغير، على احترام حرية الغير، على احترام ثقافة الآخر، على احترام ديانة الآخر، على احترام غيرك، المجتمع الكل يتكون من فرد، بداية فرد تولي بعدين مجتمع. فهذه مسؤولية في الأول، أنه نغير تفكيرنا من عيشتنا في البيت في بيتنا، بعد كيفاش نعيش في المجتمع، بعد كيفاش تحاول تكون عنصر إيجابي. وطبعا الاشتراك والمشاركة في الأعمال الاجتماعية، في أنك الناس، لأنه احنا لما بدأت الثورات ما كانش فما ممكن صعب أن يكون أحلام الولد ولا البنت أن يكون يشتغل في عالم السياسة ولا يكون عنده، لأنه ما كانش موجود الفكرة والستركتور، يعني ما كانش موجودة، لكن الآن ممكن موجودة. فهو تغيير الفكر، أنا أهم شيء تغيير الفكر والعقلية، والعقلية تولي تغير المجتمع وتغير الاقتصاد وتغير السياسة. فأهم شيء أنه نشتغل على عقليتنا وعلى طريقة تفكيرنا. بحكم تجربتك كفنان يعني ظافر، شو هو الدور اللي ممكن تلعبه وكيف لحتى تقدر تساهم بتغيير هالمعتقدات اللي عم تحكي عنها؟ والفنان عامة يعني ولا الرياضي يكون محطوط في مكانة خاصة بالنسبة يعني للناس، لأنهم كما يقولوا يطلعوا عليه، لأنهم يتابعوا حركته اليومية، شنو هو يعمل شنو ما يعملش، تصرفاته، أنه الكلام اللي يقوله لازم يأثر على فئة كبيرة من المجتمع، ويمكن تصرفاته تأثر على كما يقولوا ولاية صغير ولا بنت صغيرة اللي هم حاطينه في مقامة يعني مهمة. فالإنسان الفنان أقل شيء لازم يكون واعي بهالشيء. ممكن على المدى الطويل ترجع إلى تونس وتشتغل بالحال السياسي أو ما بيهمك الموضوع؟ في الوقت الحالي الحال السياسي يعني كعمل سياسي لا، بالعكس ما يهمنيش، يعني ما هوش من طموحاتي ولا أحلامي، لكن هل نحب بنشارك في أشياء اللي ممكن تطور المجتمع، أشياء اجتماعية، أشياء أكيد جدا عندي طموح أني نكون موجود أكثر في تونس وأقوم بأعمال اللي هي تساعد المجتمع وتساعد الشباب وتساعد الأولاد الصغار تحسين مستقبلهم وتحسين ظروف عيشتهم. هذا شيء يعنيني ويهمني جدا، ونحب نكون موجود فيه أكثر في تونس. ظفر، أنت متزوج من سيدة بريطانية من أكثر من 10 سنوات ومقيم بلندن، قديه صعب الزواج المختلط بالدين وبالجنسية بعالمنا العربي؟ أنا منفتح بصراحة لكل الثقافات، منفتح للناس سواء كانت من نفس جنسيتي من نفس ديانتي منفتح، لكن أهم شيء أنه الإنسان يكون نوايا حسنة، أن يكون إنسان ثوابته وقيمه تكون قريبة للقيم متاعي وثوابت متاعي، وهذا شيء ينطبق على الجواز، لأنه الجواز هو مش جواز يكون محدد بجنسيات أو بالديانة أو يعني بلون شخص ولا بلده، لا، هو تفاهم بين شخصين على بناء عائلة وعلى طريقة العيشة، ولازم يكون فيه طبعا حب بيناتهم ومشاعر أكيد، وهذا مهم جدا. بس التقاليد والمعتقدات يعني تختلف، مثلا بنتك ياسمين اللي صار عمرها أكثر من 10 سنين بتربيها بطريقة أقرب للطريقة التونسية العربية أو يمكن للتوجه الغربي؟ أنا ما نحبش نحددها طبعا بحدود معينة وبأشياء معينة، هو حب نربيها على القيم اللي كنا نتفق عليها، على الخير، على أنها تكون تحترم غيرها، على أنها تكون عندها حب للناس، حب لذاتها. بتخاف من العمر ظافر؟ لا لا لا، السن هو السن، السن هو كل نهار تعيشه لازم تستمتع به، لازم تحس به وتعيش فيه وتستفيد منه، مش لازم ما تقعدش تفكر في السن. السن طبعا هذه الحياه، انه السن بيقدم، لكن كل مرحله فيها اشياء ايجابيه تنجم تستمتع بها، كل مرحله بالعكس لما تقدم في السن ممكن تكون عندك خبره اكثر في الحياه، تنجم تستمتع بتجربتك. ظافر العابدين، انت معروف بدبلوماسيتك، بس بدي اطلب منك انه بهالمرحله بالبرنامج بشكل خاص نتخلى شوي عن الدبلوماسيه، وبدي اطلب منك
أجوبة صريحة مباشرة ومحددة على الأسئلة اللي راح أسألك إياها. فخليني أعطيك خيارين وبدك تعطيني أنت أوكي. الخيار اللي بتفضله أكثر من غيره، بالكلام عن الرياضة وعن الفوتبول، أهلاوي أو زملكاوي؟ ما عنديش، ما نشجعش فريق، نشجع فريق وحيد، اثنين نشجع في الكورة، هم الترجي الرياضي التونسي في تونس وليفربول في انجلترا. وعلى الصعيد العالمي بالورد كاب؟ الورد كاب طبعا اكيد منتخب تونس، اي منتخب عربي يكون مشارك في كاس العالم، لانه فرص قليله مقارنه بالبلدان الغربيه واللاتينيه في المشاركات العربيه، فاكيد اي. وطبعا اشجع الفريق الانجليزي لما يكون مشارك، يعني موجود في انجلترا وبتحمس الكره الانجليزيه. ايطاليا طبعا فما علاقه بها قريبه جدا بين تونس وايطاليا، فنشجع الفريق الايطالي اكيد لما يكون موجود. دور صغير بفيلم أجنبي أو بطولة بعمل عربي؟ أكيد بطولة في عالم في فيلم عربي أكيد مهمة جدا، لكن في نفس الوقت لما يكون في دور صغير ويكون في مقامات كبيرة، مثلا أنا نحب التجربة، يعني عملت مثلا في دور صغير مع في هولوجرام فور ذا كينج في توم هانكس، كانوا عندي مشاريع مع توم هانكس، فكنت سعيد جدا لأني حبيت كانت فرصة إني أشتغل مع قامة يعني كبيرة جدا. شوبينج بهاردز او بسوق شعبي او فلي ماركت؟ بالنسبه لي سوق شعبي، نحب الاشياء اللي هي مثلا انا اول شيء نفكر فيه هو الاكلات الشعبيه، هي الاشياء البسيطه اللي بتتعمل في الطريق، ساندويتش، كسكروت احنا بنسميه في تونس، اي شيء يعني على السريع، نحب الاجواء هذه بصراحه، اللي فما حياه، فما عيشه، فما حياه، اللي لما تكون الاشياء فخمه جدا شويه بلاستيكية نوعا ما تكون يعني بصراحة، لكن بس تشبه بعضها وممكن تاخذها بأي مكان بالعالم. زي ما كان خلاص اللي هي براندات موجودة، لكن سوق شعبي كل مكان عنده طقوسه وعنده جو وعنده ريحته وعنده طعمه، وهذا مهم جدا. يعني باش تطعم بلد، أي بلد تزوره لما تسافر، هو الأماكن الشعبية، الأماكن اللي تكون قريبة أكثر للناس. شو هو الشيء اللي كل ما تسافر على تونس بتكون حريص لما تغادر إنه يكون معك بالشنطة؟ لما طالع من تونس اكيد الوالده ربي يفضلها دائما يعني اكل شيء من يديها، يعني اكيد نحاول ناخذ معايا، نحب اكلها ونستمتع باكلها، ونحب حتى نسافر اكيد في اول اسبوع تكون فما شيء من اكلها موجود معايا في المكان اللي مسافر. انا مخلص ومبخون او انا انسان وممكن اكون خنت؟ انا مخلص ومبخون ابدا. شو هي؟ ومبخون. لا ايه مهم جدا، مهم جدا الاخلاص يجي مع عدم الخيانه اكيد، وهذا مهم جدا. بيت كبير بضواحي لندن او روف توب بقلب العاصمه؟ لا بيت كبير. بلحق عقلي اكثر او بلحق قلبي اكثر؟ انا دائما نمشي بالاحساس الاول بصراحه، الاحساس الاول اللي هو ممكن يجي من الايموشنال سايد، يعني في سنس، فممكن يكون قلبي اكثر. نعم رح أخذ فاكسين ضد كورونا أو لا؟ ما بوثق بمصنعي الأدوية. لا بوثق بشركة تصنع الأدوية، لو في تلقيح ناخذ أكيد. The Crown أو Game of Thrones؟ Game of Thrones. ليش؟ ما حبيت The Crown؟ حضرت السيزن 4؟ لا مش لا بس حاسس الجيم اوف ثرونز ما عندوش شيء يشبهه، يعني لما طلع جيم اوف ثرونز يعني ذا كراون يحكي طبعا على الملوكيه وعلى بريطانيا، وطبعا شفنا العديد من الافلام ممكن يكون فيها جزء من هذا الشيء، لكن جيم اوف ثرونز كان عالم غريب، عالم مختلف، شيء جديد. فالكراون طبعا دراما مميزه جدا، من اهم الاعمال الدراميه اللي اتعملت السنوات الاخيره، لكن جيم اوف ثرونز كان عنده عالم اخر، عالم غريب مختلف. English breakfast أو فطور تونسي؟ فطور تونسي. فطور تونسي اللي هو تونسي. لا هو فطور تونسي اللي أنا نحب الأشياء الحلوة، الأشياء في الفطور التونسي اللي هو فيه ممكن كرواسون ولا فيه يعني أشياء حلوة، اللي في البريتش بريكفاست أكثر منه طبخ على الصباح، وأنا ومالح وبيض ولازمني مع شيء حلو، يعني مكان كرواسون ولا شيء يعني توست وأشياء حلو، فأكيد البريكفاست التونسي أقرب بكثير. على شو بتعلق أهمية أكثر ظافر؟ على حكم الجمهور أو على تعليق النقاد الفنيين؟ حكم الجمهور، أنا أقول مسلسل للجمهور مش للنقاد.
ظافر العابدين رح ننتقل هلا معك لمع او ضد. اوكي. مع او ضد انه تدخل بنتي عالم التمثيل؟ راحتها الاختيار ليها، ما عنديش مانع. ضد؟ لا، ضد اكيد مش ضد. فمع اختيارها هي، لو هي اختارت انا مع. مع او ضد الاجهاض؟ هو خيار شخصي، لو الانسان ليش انا نحكم فيه؟ يعني الانسان عنده ظروفه، ما نحبش نحكم في ظروفه بالضبط، شنو هي امكانياتها ان تربي صغير ولا لا. من الاشياء اللي تخليني ممكن ما نعطيكش جواب اي ولا في اشياء، لاني عشت فتره طويله في ممكن في بلد اللي فيه العديد، تعدد الاراء، تعدد الجنسيات، تعدد الديانات، وللناس مختلفه كوسموبوليتن، يعيشوا مع بعض في مكان واحد بلغات مختلفه. فهذا يخليني اللي نحترم الاراء المختلفه بصراحه، مقدر الاشياء اللي ممكن تكون مختلفه او ضد طريقه تفكيري انا، لكن ان يكون عندي احكام مسبقه هذا شيء احاول دائما نتفاداه، لانه اهم شيء ان الانسان يكون حر في حياته ويكون عنده اختياراته وثوابته. اهم شيء انه ما يتعداش على حقوق الناس، لكن حريتك انك تعيش بالطريقه اللي تعيش بها هذا مهم جدا بالنسبه لي. مع او ضد البريكسيت؟ انا كنت ضد البريكسيت بصراحه. ليش؟ نفس المنطق، لانه الحدود مفتوحه في اوروبا، لانه العديد من البريطانيين يسافروا ويعيشوا في اسبانيا، في اوروبا، في منطقة، لانه العالم صار منطقه واحده بصراحه. ف يعني نحب انه الناس تكون مع بعضها. ففكره البريكسيت اللي هي تعزل نفسك عن العالم وتكون تحب تميز، يعني ضدها بصراحه. مع او ضد اللي بيقولوا انه العلاقه الزوجيه بعد فتره بيخف فيها الشغب بس بيزيد فيها التقدير؟ هذا اظن طبيعي جدا، انه العلاقه الزوجيه هي طبعا في الاول لازم تكون تحس احساس، طبعا الاحساس اللي تحسه في اول لقاء في او كذا اكيد مش هو اللي بتحسه بعد 20 سنه او 30 سنه، لكن هذا مش معناها انه هذا سلبي، بالعكس. مع او ضد اللي بيقولوا انه الخيانه بعد الزواج مقبوله شرط انه ما تتحول لحب؟ لا، مش مقبول. انت بتعتقد انه يعني اللي بيقولوا اجمالا انه ما في زوج ما بيخون يعني ما بيخون زوجته، ما في زوجه ما يمكن عندها رغبات معينه، هيدي اقوال منا يعني ما بتامن فيها؟ انا ضد كل شيء يكون تجميع وتعميم. كل ما تقول لي تعميم اقول لك لا، لانه في الاخر التعميم يعني افراد، كل واحد تربى على شيء، كل واحد عنده قيم. كيفاش تجمع الناس الكل تحطها في نفس المكان وتقول صعب انه جوز يكون هكا ولا جوز يكون هكا؟ صعب. انا ضد التعميم بصراحه. ظافر العابدين، شو مشاريعك المستقبليه؟ الان نكمل في فيلم العنكبوت اللي ان شاء الله يتم عرضه في القاعات السنه القادمه، وطبعا بعد هذا عندي ان شاء الله مشروع اجنبي يعني عالمي ان شاء الله باللغه الانجليزيه السنه القادمه. وفما ان شاء الله المشروع اللي قلت لك عليه اللي هو الفيلم التونسي اللي نحب نقوم باخراجه، فيلم من كتابتي، ان شاء الله هذا يكون السنه القادمه، اذا كان مش السنه القادمه السنه اللي بعد. بتمنى لك انه تحقق احلامك، وان شاء الله بالمقابله الجايه بنكون عم نحكي عن هالاحلام اللي كنت عم تحلم فيها هلا. ان شاء الله يشرب. ان شاء الله. شكرا على الاستضافه الحلوه، استمتعت باللقاء معك، وفي نفس الوقت نحب نقول تحيه كبيره لكل المتابعين سي ان ان بالعربي، وان شاء الله نتقابل مره اخرى.